شكرا السيد النائب المحترم على هذا السؤال الهام. بغيت نخبر ان تقييم ديال المؤشرات ديال السلامه الطرقيه بعد اكثر من 5 سنوات من تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه الطرقيه للعشريه 2017-2026 تبين ان هناك تراجع في عدد القتلى سنه 22 مقارنه مع السنه المرجعيه ديال 2015 من 3776 الى 3499 وفاه، اي بنسبه انخفاض قدرها 7.3%. بالرغم من أن بلادنا لم تحقق الهدف المرحلي المسطر لهذه الاستراتيجية وهو الانخفاض ب 25%، فإن النتائج المحققة تشجع كل المتدخلين في هذا المجال على بذل المزيد من الجهود وتقوية التنسيق. في هذا الإطار قامت الوزارة بإعادة تفعيل آلية الحكامة للسلامة الطرقية بفضل عقد 9 لجان جهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة السادة الأولى والمصادقة من خلالها على مخططة عمل تتخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة. ومن أجل تثمين المجهودات المبذولة تقرر تركيز العمل على فئتين أخص بالذكر، الراجلين ومستعملي الدراجات النارية بالوسط الحضري. من جهة أخرى قد تطلق الوزارة قبل ما تم هذه السنة مشروع الحافلة الآمنة لتهدف إلى عصرانة حظيرة حافلة النقل العمومي للمسافرين من أجل تجديد الأسطول مع إدماج تكنولوجيات حديثة لتتساعد على السياقة الآمنة. وتتعمل الوزارة على تقوية منظومات المراقبة الطرقية من خلال تسريع وتيرة تثبيت رادارات السرعة وتوفير المعدات والوسائل اللازمة لفائدة مختلف مصالح المراقبة. كما تقوم الوكالة ببرامج تواصلية تحسيسية طيلة السنة تتهدف توعية جميع مستعملي الطريق، يتم تكتيفها خلال فترة العطلة الصيفية لتتعرف ارتفاع ملحوظ في حركة السير بنسبة تقارب 30%. وأخيرا من أجل تحسين مؤشرات السلامة الطرقية على المدى المتوسط تتم حاليا دراسة عروض مكاتب مختصة لتقييم مخطط 2017-2022 من أجل إعداد خارطة طريق خماسية جديدة تتهدف إلى تقليص عدد الوفيات على الطرق بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنة مع عام 2015. شكرا.